بمناسبة مروان حمدي، مروان حمدي هي كده اتقفلت ضبة ومفتاح بالنسبة للمصري، ولا يمكن ممكن تتفتح باعتذار مثلا بحاجة؟ هو مروان بص كريم، انا اتكلمت معاك هنا، مروان لما نيجي نتكلم يعني الانفعال، وده دور علم النفس اللي قلت لك قبل كده، مش علم النفس الدكتور بتاع الاخصائي النفسي العام، لا اخصائي نفس رياضي، دي دور مهم جدا، دي دور جدا مهم. الارشادات دي لازم تاخدها اللعيبه. يعني انا خدت حاجات برضو بالنسبه لي، يعني هقول لك على حاجه كنت قلتها لك بس هي مش معايا والله. كنت انا موعدك ان انا اجيبها لك صح في حلقه جايه اجيبها لك، فاكرها. كان ابني دكتور احمد، هو طبعا في النفس وتحليل الاداء، كان في حاجات بناخدها نعرضها، انا عرضتها قبل ماتش فيوتشر، لعيبه النادي المصري عيطوا وانا بركب، قبل بركب الاتوبيس، كناحيه نفسيه اللي هو ايه؟ في حاجه في بالنسبه لنا في مباريات بصوت كده معين، اللي هو اتجه للامام، خلي عندك هدف بصوت بقى معين بترجمه، فهمت حاجه بتحفز، بتحفيز بترجمه، فهمت. خدت بالك واللعيبه قاعده منصاته، خلي بالك ما تعتبرش دي بالنسبه لك اخر المطاف، اخر مباراه، لازم كلنا اعرف ان وراك ناس كذا وكذا وكذا وكذا. الدور ده مهم جدا، الدور ده مهم جدا ان هو يتلعب بالنسبه لنا مع اللعيبه، مع اللعيب، عمليه الكف والاثاره. النهارده انت بتعرض لمواقف معينه واحتمالات معينه، زي موقف مثلا مروان، طب هو مروان رد فعله حصل كده ليه؟ خدت بالك غلط، فكان لازم مروان كلاعب لازم عندك ثبات انفعالي. انا بسالك، لو انت دلوقتي يا كابتن ميمي موجود في النادي المصري والراجل جه قال لك انا غلطت خطا كبير جدا، ما هو اللي غلط في جمهور النادي المصري او يعمل اي حاجه ده خطا طبعاً. كبير جدا وفادح جدا، بس لو اعتذر خلاص برضو الصفحه اتقفلت؟ هي الصفحه بالنسبه له اتقفلت، اتقفلت. انا على ما اظن كده صعب. تهيألي الصفحه اتقفلت. مروان حمدي يلعب فين ويتالق؟ في الزمالك. يلعب في الزمالك ويتألق في الزمالك. رغم ان الاهلي كمان محتاج مهاجم. هو الاهلي محتاج مهاجم، بس انا سمعت ان الاهلي رفض ال سمعت ان الاهلي قافل الباب. بغض النظر انا بسألك فنيا، ما فنيا فنيا هو مش وحش. لا طبعا هو فنيا رائع، انا بكلمك يتناسب مع طريقه لعب مين، تشكيله يتناسب مع الزمالك في الفتره دي، مع الزمالك دلوقتي محتاجين. طيب. هم سترايكر كويس زي مروان.